راح نراجعوا بطريقة يعني سريعة إشارات المرور. دونك تبعوا معايا مشاهدينا الكرام، واش راح نرسم هنايا راح تشوفوا تشاهدوه على الشاشه مباشره. دونك باختصار اشارات المرور راح نكتبها هنايا، اشارات المرور فوالا بصفه عامه نقصد بهم سينياليزاسيون روتيير، سنكتبها بالاحمر سينياليزاسيون روتيير فوالا، تنقسم الى قسمين. هناك الاشارات العموديه، اشارات العمودية يعني زين نكتبها في فرنسي كاين الناس اللي حب شو البيلانغ، سينياليزاسيون فيرتيكال الاشارات العموديه سنكتبها بالاحمر طري بيان. وكاين القسم الثاني مشاهدينا الكرام هما الاشارات الافقيه، الاشارات الافقيه سنكتبها على نبدل اللون الاسود، الاشارات الافقيه اون فرونسي زين نكتبها اون فرونسي سينياليزاسيون اوريزونتال، سينياليزاسيون هوريزونتال. دونك هناك الاشارات الافقيه اللي تاع دركا، ومقبله قلنا الاشارات العموديه. طيب يعني الاشارات العموديه نقصد بها اي حاجه عموديه على الارض مغروسه على الارض. دوك نرسم لكم هذه مثلا بلاكا مغروسه في الارض، دوك هي تعتبر من الاشارات العموديه. دوك نشوفها في التفصيل. والاشارات الافقيه هو لو تراساج، يعني كل الدهون ولا الدهن او الطلاء يعني الموجود داخل يعني او فوق الطريق، وراح نشوفوه بالتفصيل فيما بعد. الان نروحوا نفصلوا في الاشارات العموديه، الاشارات العموديه اللي قلنا بلايك مغروسين نديروا السهم هكذا نحطوا لتحتها. دونك هناك اشارات العموديه عباره على اشكال، وكل شكل عنده معنى. الشكل الاول هو شكل مثلث، نرسم على مثلث هذا شكل. الشكل الثاني هو شكل مربع فوالا، والشكل الثالث هو شكل دائرة، شكل دائرة اي معوجة شوية بصح معليش. دونك الشكل الأول هو مثلث، وشنو هما المثلثات؟ هما علامات الخطر، دونك نكتبها علامات الخطر اون فرونسي لي بانو دو دونجي فوالا. دونك نجو ليها. الشكل الثاني قلنا المربعات هما علامات الإرشاد، علامات فوالا الإرشاد زين نكتبها اون فرونسي بانو دانديكاسيون، حاجة تانديكينا يعني بانو دانديكاسيون فوالا. الشكل الثالث قلنا دائرة. الدوائر هما إشارات الأوامر المطلقة، الأوامر المطلقة واش حاب يقول؟ دونك نكتبها اون فرونسي سينيو دو بريسكريبسيون ابسولي ولا سينياليزاسيون دو بريسكريبسيون ابسولي. دونك نفصلو فيها. دونك نعاود نولي لإشارات الخطر، هما عبارة على مثلثات. دونك نفصلو فيها. الدوائرات أو المربعات عفوا، المربعات هما الإرشادات، والدوائر هما العلامات الأوامر المطلقة. هذو الأشكال الرئيسية، بصح كاين أشكال أخرى في صنفوهم في صنف اخر. مثلا كاين شكل نحطوه هنايا من لوغوش بالعقل، كاين شكل على شكل سداسي، كاين شكل اخر مثلا على شكل معين فوالا، كاين شكل اخر على شكل مثلث مقلوب فوالا. وبين ايضا كذلك الاشارات العموديه كاين يصنفوا كذلك، يصنفوا شرط المرور ما بين الاشارات العموديه، وكذلك هناك الإشارات الضوئية سينياليزاسيون لومينوز أيضا ما بين إشارات العمودية. بون على بالي تلفت لك شوية، على بالي راك دخت وراك حاير وشنو هذه كل هذه الأشكال. ما تتقلق خويا ولا أختي، ما تقلقوا ما والو. دوك نفصلوا بالعقل.